إنجاز جديد سجل في تاريخ النادي الأهلي بعد تحقيق برونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد نجاحه في تقديم عرض قوي أمام بالميراس البرازيلي بطل ليبرتادوريس والفوز عليه 3-2 بركلات الترجيح. تتويج الأهلي بالبرونزية الثانية في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية جعلته أول ناد عربي وإفريقي يتمكن من بلوغ منصات التتويج العالمية في مناسبتين، بالإضافة إلى أنه أصبح أكثر الفرق الإفريقية والعربية تحقيقاً للانتصارات في مونديال الأندية برصيد 5 انتصارات وبفارق انتصارين عن أقرب ملاحقيه. إنجاز الأهلي لم يتوقف على الصعيد الإقليمي بعدما بات ثالث أكثر فرق العالم تحقيقاً للفوز في المونديال خلف ريال مدريد الإسباني الذي حقق 10 انتصارات، وفي المركز الثاني برشلونة الإسباني برصيد 7 انتصارات. وبعد الظهور السادس لبطل إفريقيا التاريخي وملكها المتوج بات أكثر فرق العالم ظهوراً في مونديال الأندية وأكثر فرق العالم خوضاً للمباريات في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 15 مباراة على مدى مشاركاته المختلفة بالتساوي مع فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا. ويأتي في المركز الثاني فريق ريال مدريد بطل إسبانيا الذي خاض 12 مباراة على مدى ظهوره في المونديال. إنجاز الأهلي في مونديال الأندية ازداد فخرا بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي حرص على التهنئة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت كالتالي: خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية، متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة. وعبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لتهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حصول فريق الكرة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية. وأكد المجلس تقديره الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تلقاهما الرياضة المصرية في ظل توجيهات رئيس الجمهورية ورعايته لكل الأندية والأبطال الرياضيين التي كانت وستظل الدافع الأكبر لرفع راية مصر عالية في المحافل الدولية. وجدد مجلس الإدارة العهد والوعد ببذل أقصى جهد لدعم مؤسسات الوطن وبما يسهم في تحقيق كل الأهداف التي تخدم المصلحة العليا للبلاد. ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعداد لتحد ومشوار جديد للحفاظ على اللقب الإفريقي ببدء التدريبات اليوم لمواجهة المريخ الثلاثاء المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا وبداية الطريق نحو النجمة العاشرة.